من علی ابن ابی طالبم، حیدر کرارم، اسدالله‌ام. أنا العباس نجل علي المرتضى المؤيدي. أنا علي بن الحسين بن علي. إني أنا القاسم من نسل علي. إعطاء الذليل ولا أفر فرار العظيم. يا نفس من بعد الحسين هوربي، أضربكم بالسيف أحامي عن أبي. سير المرتهن. يا أخي، أنت حامل لوائي وعميد عسكري ومجمع عددي، فإذا مضيت يؤول جمعنا إلى الشتى. لما ولد العباس عليه السلام دار حوار بين الإمام أمير المؤمنين وبين زوجته أم البنين، ونكتفي من هذا الحوار بما قاله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لأم البنين في فضل العباس: لقد ادخره الله للحسين عليه السلام. حينما يبين أمير المؤمنين أن العباس ادخره الله، لم يدخره أمير المؤمنين ولم يدخره شخص آخر، بل الله تبارك وتعالى ادخر العباس لمن؟ للحسين. ينقل أن السيد حيدر الحلي أعلى الله مقامه، شاعر أهل البيت، كتب قصيدته الميمية العصماء إلى أن وصل إلى قوله: يوم أبو الفضل استجار به الهدى. فتوقف عن تكملة القصيدة وصار يحدث نفسه كيف الهدى وهو الحسين يستجير بأبي الفضل العباس. المفروض الإمام الحسين ما يستجير بالعباس، ما يقول له كذا. فلما بات في تلك الليلة رأى الحسين عليه السلام، قال له: أكمل قصيدتك يا سيد، فكما استجار جدي رسول الله في أحد بأبي علي بن أبي طالب، أنا استجرت بالعباس عليه السلام. ومقالة الحسين في يوم عاشوراء: أنت عمود خيمتي، أنت كبش كتيبتي، أنت كذا أنت كذا، إشارة إلى أن العباس عليه السلام لا يمثل فقط الجنب المادية في معسكر الحسين عليه السلام، وإنما كان ركيزة معنوية ليس فقط في قلب الحسين عليه السلام، بل كان العباس يرتكز عليه قلب كل طفل وطفلة وامرأة، كانوا ينظرون إلى العباس بأنه أمان، ليس تقليلا من شأن الحسين عليه السلام. فلو قارنا شجاعتهما لوجدنا أن شجاعة العباس هي ذرة من شجاعة الحسين عليه السلام، لكن لكي نتعرف على أن الجنب المعنوية في وجود العباس صلوات الله وسلامه عليه اللي يتحدث عنها أمير المؤمنين ويقول عنها: ادخره الله للحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويقصد به الجنب المعنوية الغيبية التي أوجدها العباس في شخصيته في يوم عاشوراء. أنا
النفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال سابق اليقين. الإمام الثاني، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، والذي يقول: رحم الله عمي العباس، لقد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. وإذا تأملنا في هذه الكلمة وجدنا أنها شهادة إمام معصوم في حق العباس عليه السلام. هناك شواهد كثيرة تدل على إيمانه وعلى يقينه الذي وصفه الإمام زين العابدين عليه السلام. أقل هذه المراتب، أقلها وأبسطها، التزامه بأوامر الإمامة وتفاعله مع الإمامة قلبا وقالبا. يعني العباس عليه السلام كان يأتمر بأمر الإمام وينتهي بنهيه، لم يخالف أخاه وإمامه وحجة الله عليه طرفة عين أبدا. وهذا يعني أن الإنسان إذا كانت لديه القدرة على موافقة أمر المعصوم وعدم مخالفته فقد وصل إلى درجة إيمانية ليست بالعادية. نفسي لنفس المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو الثقة. نحن نعتقد بأن الإمام عليه السلام كرسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني معصوم، والمعصوم لا يجامل، المعصوم لا يمكن أن يتحدث عن أمور ليست بحقائق. الإمام الثالث، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق إذا جئنا إلى زيارة العباس عليه السلام نقرأ سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين عليك أيها العباس بن أمير المؤمنين. انظر إلى استهلال الإمام عليه السلام، يستهل زيارة العباس بأي عبارة؟ يستهل بسلام الله والملائكة المقربين، ليس أي ملائكة، والأنبياء والمرسلين على العباس صلوات الله عليه. إذن أي مقام للعباس حتى يجتمع هؤلاء كلهم يسلمون على العباس صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا يعني أنه له مقام عال وشامخ وعظيم جدا، لا يمكن لعقولنا البسيطة أن تستوعب هذا النور العلوي العباسي. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه أيضا يتحدث عن عمه العباس بكل معرفة وبكل يقين، ويقول: السلام على العباس بن أمير المؤمنين الباذل نفسه. لا يوجد أعز أو أغلى أو أعظم من النفس، والعباس عليه السلام الباذل نفسه لمن؟ لله وللرسول ولأمير المؤمنين وللزهراء وللحسن والحسين الذين يمثلون القرآن ويمثلون الإسلام والرسالة. العباس بذل نفسه إلى هذه الجهة، لذلك أعطاه الله تبارك وتعالى ما لم يعطي أحدا باستثناء الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. إني أنا
العباس ذو التودد أجل علي المرتضى المؤيد.